دائما دائما من يمثل المغرب خارج الديار يكون مصدر فخر بالنسبة للمغاربة على جميع المستويات، كرويا أو حتى في أي جانب آخر، حتى إعلاميا. حتى إعلاميا قبل فترة كنت في المغرب وشاهدت حقيقة مدى الفخر والاعتزاز بالنسبة للمغاربة لمن يمثلهم خارجيا، لمن يمثل المغرب خارجيا، لمن يحمل اسم المغرب، ومدى الشغف الكبير اللي موجود عند الشباب المغربي لأن يحمل اسم بلاده أيضا هو الآخر خارجيا. المغاربة فيهم من الشيء العجيب حقيقة ما يحملونه. زرت المغرب في أكثر من مرة، والله والله ما وجدت فيهم إلا الحب والتقدير والكرم والحرص الكبير على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم. والله زرتها وما وجدت فيهم إلا كما قال فيهم الحجاج: المغاربة لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا وتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه، فانتصر بهم، فيهم فهم خير أجناد الأرض، واتق فيهم ثلاثة، اتق فيهم ثلاثة: نساؤهم فلا تقربهم بسوء، أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك، وهم صخرة في جبل كبرياء الله يتحطم عليها أعداؤهم وأعداء الله. هكذا وجدت المغاربة، وهكذا هم، هكذا هم بطيبتهم وتعاملهم ورقيهم وكرمهم. حفظ الله المغرب وأهل المغرب وأدامها دائما أبية حرة، وأدام عليها الأمن والأمان بحول الله، بلدا عربيا نفخر به وبكل من يمثله.